السؤال الأول يقول لك ما هي الركائز الأربع اللي يهدف لها معرض قطر المهني؟ للتطوير و للتعليم وألف شوي التطوير والتعليم وغششوني زين شوي ما عندي فكرة صراحة. وإعداد كوادر يعني تدريب اللي هو التدريب وتقويتهم وحق الطلاب الثانوية حق اللي هو سبونسرات توظيف زين والتعليم والتدريب وذكريني التطوير. أوكي نجحت في السؤال الأول. التدريب والتطوير التعليم والتوظيف. حلو ننتقل للسؤال اللي بعده ويقول لك من هم منظمي معرض قطر المهني 2011؟ المنظمين هم خمسة QF, QB, وزارة العمل, جامعة قطر, دول أميري. دول أميري قطر فونديشن, جامعة قطر, قطر البترول شو الأخير وزارة العمل. ديوان الأميري, قطر فونديشن, كيو بي, جامعة قطر, من بعد وزارة العمل. وزارة العمل. متطوعين القاعة أي لون وشاح يلبسون؟ متطوعين القاعة اللون الأزرق. الأزرق صح؟ اللون الأزرق؟ الأحمر. متأكدة؟ لا أزرق. من هو الفريق اللي يلبس الوشاح الأحمر؟ الأحمر هم الإداري الاستقبال. متأكدة؟ لحظة أفكر. الاستقبال. عند الاستقبال برا. استقبال. عندما تذهب لتقدم على وظيفة قد تكون من الأسئلة أين درست وما هي شهادتك وسوف تتوالي هذه الأسئلة ما هي خبرتك لماذا؟ تدل إحصائيات موقع هيليوم بأن 85% من الشركات تفضل شخص ذو خبرة على دراسته. فريق موالاة يؤكد بأن ويؤمن بأن توظيف الناس على العمل يكون أفضل على مجال الخبرة أكثر من الدراسة. ضد الخبرة
ولكن بالخبرة والشهادة. فنحن هنا لنثبت أن الشهادة أهم من الخبرة للإنتاج المضمون، وأن الخبرة من غير شهادة لا تسوى شيئاً. رداً على ما قالته المتحدثة الأولى من الفريق الأول، اسأل مجرب ولا تسأل حكيم، عبارة اعتدنا على سماعها ولكن للتطبيق اليومي ولحياتنا اليومية وليس في مجال العمل.